انا عايزه اقول له كلمه واحده بس، ان الجيش خط احمر. انت ممكن تنتقد اي حد في العالم، ده حقك، لكن جيشك لا. انا كنت من يعني انا متابعين برنامج باسم يوسف، وكنت بتابعه اسبوعيا، وكنت بحبه على المستوى الشخصي. بس للاسف بعد ما يعني الحاله الاخيره دي طبعا صدمنا كلنا. لا حضرتك، دي مش سخرية، دي انا مش عايزة اسميها مسمى تاني. طبعا حضرتك عارف انا عايزة اقول ايه، بس ما ينفعش الالفاظ اللي اتقالت دي الفاظ خارجة. ما ينفعش مثلا يبقى عندي اخت صغيرة او ابن او ابنة ويسمعوا الالفاظ دي ويشوفوا المناظر دي ويقول لك اصل احنا كتبنا تنويه ان الحلقة للكبار فقط. لا طبعا، وانا همنع ابني ان هو يتفرج على التلفزيون، يقلب بالريموت، يجيب اي قناة هو عايزها، فبيسمع الالفاظ دي، بيشوف الكلام ده. احنا نفسنا يعني كبار وشباب، ما ينفعش. دي مش الاخلاق الشاب المصري، ولا دي اخلاق الشعب المصري، عشان يبقى في سخرية بالشكل ده. في حاجة اسمها لك حق الاعتراض، لكن مش عايزة اتجاوز، بس يعني دي مش حرية رأي خالص. دي ليها مسمى تاني غير حرية الرأي. بس ميرسي، شكرا.